في دراسة جديدة اتعملت كشفت أن التبرع بالدم ليه أثار إيجابية جدا على الصحة. الخبراء أكدوا أنه الدراسة دي أو أن الناس اللي بتتبرع بالدم بشكل عام بشكل مستمر عندهم القدرة على أنهم يتحملوا فقدان الدم أكتر من غيرهم في حالات أو الحالات الحرجة لا قدر الله. احنا كلنا عارفين أنه لما بيحصل أي حادثة أو أي حاجة أول حاجة بتحصل لما حد يفقد دم أنه يلا بسرعة عايزين حد يتبرع بالدم. الناس دي بيبقى عندهم قدرة على التحمل أكتر. نعرف أكتر يا باسنت عن الدراسة دي، نتائجها، تفاصيل أكتر عنها مع دكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي والصحة العامة اللي منورنا على الهواء. بنقوله صباح الخير دكتور شريف. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. بداية كده حابين نعرف السادة المشاهدين والناس اللي بيتابعونا أهمية التبرع بالدم للصحة العامة. بص هقولك، طبعا التبرع بالدم ليه فوائد كتير جدا، فايدة صحية بشكل مباشر وفايدة تقول مجتمعية أو اجتماعية بشكل كبير. بمعنى أن اللي بيتبرع بالدم ده مبدئيا بيطمن على صحته، لأن هو بيعمل تحاليل كاملة قبل ما يتبرع بالدم عشان يقدر يطمن على أنه هو مؤهل صحيا أنه هو يتبرع بالدم. فبيعمل بعض التحاليل، مش تحاليل كتير أول مرهقة، ولكن برضه بشكل عام بيعمل زي تشيك أب كده بيقدر يتأكد من صحته. فدي نمرة واحد، بيطمن على صحته وبياخد فكرة عامة عن صحته ماشية إزاي. الحاجة الثانية انه في كتير جدا من الناس بيبقى عندهم نسبه الحديد عاليه. انت عارف ان الحديد بيبقى مهم جدا علشان انتاج خلايا الدمويه الحمراء وانتاج الدم، بيعمل تحفيز للنقاء العظمي فبيطلع دم، فبيطلع الكميه كبيره جدا من الحديد دي ممكن تسبب مشكله في الشرايين وتعمل تصلب شرايين. فهو لما بيتبرع بدمه بيقلل من نسبه الحديد اللي ممكن تكون موجوده في الدم، فده بيساعد على ان الدنيا تبقى افضل وصحيا يبقى احسن. الحاجة الثالثة انه وجدت كتير جدا من الدراسات وجدت انه بيعمل حماية من امراض القلب زي ارتفاع ضغط الدم وامراض الشرايين. التبرع بالدم باستمرار بيعمل حماية ضد هذه الامراض. الحاجة الثانية اللي كنت بقولها انه انت بيساعدك على انك انت يبقى عندك دايما نفسيا واجتماعيا عندك مشاركة مجتمعية مع الناس، انك انت بتبقى مقدر حالة الطوارئ وحالة الناس اللي عندهم امراض فقر الدم وعندهم امراض السرطان وعندهم امراض تستدعي ان هم يبقى عندهم دم، فانت بتحس نفسيا انك مستريح انك بتشارك معاهم. طيب مين اللي ما ينفعش يتبرع بالدم يا دكتور؟ ده اللي ما ينفعش يتبرع بالدم، اللي التحاليل بتقول ان هو ما ينفعش يتبرع بالدم اذا كان عنده انيميا، اذا كان عنده فيروس، اذا كان عنده امراض تعوقه من ان هو يتبرع بالدم وهو محتاج الدم بتاعه. في هذه الحاله احنا بنقول ان هو ما ينفعش يتبرع بالدم. وبين كل مره ومره قد ايه؟ بالتقريبا كده 3 شهور. لكن هو بيعوض الخلايا بتاعته في خلال اسبوعين مثلا ولا حاجه. يعني اللي بيتبرع بالدم لازم يستنى قد ايه عشان يتبرع مره تانية؟ حوالي مثلا 3 شهور ما بين المره والمره اللي بعدها. بالظبط. طيب. دكتور شريف، هل في شروط معينه للتبرع بالدم؟ هل في سن يعني بيعتبر هو السن الافضل للتبرع بالدم؟ ما يقلش عن سن 17 سنه. ما يقلش عن سن 17 سنة. وفي نفس الوقت برضه زي ما قلت لحضرتك التحاليل اللي بتتعمل هي اللي تقول ان هو ينفع او ما ينفعش، لكن اقل من كده بيبقى مرهق شوية، يمكن بيعتبر طفل يعني. طيب دكتور، واحنا بنتبرع بالدم دايما بيدونا عصير كده بعد ما نتبرع بالدم، ده ليه؟ يعني ايه اللي بيحصل بعد التبرع بالدم على طول، وايه الاجراءات اللي لازم المتبرع يعملها بعد ما يتبرع بالدم عشان ما يحصلوش اي هبوط مثلا؟ ده هو قبل بقى ما يتبرع بالدم لازم يكون نايم كويس، واخد قسط من الراحه والنوم، شارب سوائل كويس، متغذي كويس، اكل صحي وكويس، وما يبقاش حاسس ان هو عنده هبوط او حاجه. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بعد ما يتبرع بالدم برضه بيعوض بالسوائل، بيشرب سوائل كتير، بيشرب عصير عشان احنا بندي عصير عشان ما يحصلش هبوط نتيجه انخفاض سكر في الدم او حاجه. فهو مش اكتر من هو ياخد قسط من الراحه ويشرب سوائل كتير ويشرب عصائر كتير. طب دكتور شريف، ايه الفرق ما بين التبرع بالدم والبلازما، بلازما الدم؟ يعني في بعض الاحيان بيبقى في حاجه الى بلازما الدم، ايه الفرق بين الحاجتين؟ لما بتبرع بالدم، الدم عبارة عن خلايا دموية حمراء وعبارة عن صفائح دموية وخلايا دموية بيضاء والبلازما.
البلازما لما بكون محتاجها للمرضى اللي بيعانوا من نقص في المناعه وعايز ان انا ازود من المناعه بتاعه جهاز المناعه عندهم، بناخد جزء البلازما بس بنتبرع بيه علشان يقدر يحفز جهاز المناعه على انتاج اجسام مضاده ضد الامراض زي ما حصل في جائحه كورونا. بس في ناس يا دكتور بتبقى عايزه فصائل معينه من البلازما، صح كده؟ طبعا طبعا. كل شيء بيتعمل تحليل وبيتعمل فحص كامل عشان اقدر اعرف اذا كان مناسب ولا لا. المدخنين بقى يا دكتور، يعني هل النهارده المدخن يقدر ان هو يتبرع بالدم لو هو صحته كويسه ولا؟ طبعا. لا مفيش ما يمنع طبعا ان هو هو بشكل عام انا بنصحه بعدم التدخين، لكن مفيش ما يمنع لطالما التحاليل بتاعته والحاله العامه بتاعته بتسمح بالتبرع بالدم. طب دكتور معلش عندي سؤال تاني، ايه الفصيله اللي بينفع تدي كل فصائل الدم؟ فصيله هي دي اللي بتقدر تدي اي فصيله سواء كانت ايه نيجاتيف، كل الفصائل يعني. طب دكتور شريف، حضرتك في بدايه المداخله قلت لنا فيه طبعا جانب مهم جدا على الصحه وجانب مجتمعي مهم اللي هو فكره ثقافه التبرع بالدم وان برضو بنوع من المشاركه المجتمعيه. شايف حضرتك يعني كاستاذ ازاي الثقافه دي موجوده عندنا في الشارع المصري؟ احنا لغايه دلوقتي عندنا بنحب نتبرع بالدم ولا بيبقى في بعض المخاوف شويه، بعض المعلومات المغلوطه عن عمليه التبرع؟ الثقافه دي منتشره ازاي في مجتمعنا والشارع المصري برايك؟ لا والله عايز اقول لك هي بقت نوعا ما احسن من الاول، وحملات التبرع بالدم بقت بتلاقي اقبال من الناس في اماكن كتير بصراحه بشوفها، بشوف حملات تبرع موجوده في الاماكن العامه وفي الجامعات اثناء الدراسه، بلاقي في اقبال من الناس وبلاقي في انه الناس بدا فكرها يتغير، خصوصا بعد ما طبعا حصل في قطاع غزه وبقت الناس بقت بتحس بمسؤوليه نحو ان هو لازم يبقى مشارك اللي يقدر عليه بحيث ان هو ينقذ حياه انسان اخر من اثناء العمليات اثناء الطوارئ اثناء فقر الدم، فلا بدا يبقى فيه توعيه اكتر. يعني دكتور شريف، هل فصيله دمهم دايما بالنيجاتيف او ماينس، هم بيبقى عندهم مشاكل اكتر في الكرات الدم البيضاء عندهم ولا لا ده فكر مغلوط؟ لا فكر مغلوط، مفيش علاقه، لا مفيش علاقه خالص، كله بيجي بالفحص وبالتحاليل المعمليه والاجهزه هي اللي بتثبت ده. يعني ما بقاش في مشاكل في الحمل ليهم؟ لا خالص خالص. شكرا، لا مفيش مشكله. عفوا. بنشكرك دكتور شريف حته استاذ الصحه العامه، بنشكرك يا فندم.